عيسى ما لازم حدا يضل عند فيروز؟ هلا موفق وعامر بيروحوا لعندها. لا لا انا موفق قال لي انه بيروح على شغله. بعدين يا شباب والله انا حاس حالي رح قرب عن جد. قربك ابو ملعون، هلا بس ننذبح عند الجماعه ما بضل في قريب. جوات خلص بقى. طيب والهويه؟ شباب نسيتها. اطلع جيبها. لا مو هون، نسيتها نسيتها بالبيت. جواد لفها بقى. عن جد عم بحكي انا نسيت الهوية. اخي مو مشكلة بتاخذ هويتي. لا لا مشكلة، ما بيطالعونا من الكراج الا مع الهوية. لك يا حبيبي انا بطلعك، امشي بقى. يا شباب طولوا بالكم، عن جد ما بدنا نتبهدل. يلا امشي. لا ايدك عن جاكيت، طول بالك. يلا شباب انا ناطركم. شو تنطرنا هون؟ يا اخي شو بدك يعني ساوي؟ خلاص بنطركم هون. يا حبيبي على هالرفيق. جواد تقل حالك شوي، بعدين كلمة من ثلاثة أحسن من كلمة من اثنين. بعدين فروض صار معنا شي جوا، شو بنا؟ أيوه شو بدكم يعني أحميكم يعني؟ خلصنا جواد؟ امشي يا علم هلكم على الجاكيت، طول بالك، علم هلك على الجاكيت. شو صار؟ مساء الخير خالتي. مساء النور، أهلا وسهلا. خالتي بدنا العم أبو غسان إذا سمحتي. بدكن غسان؟ لا خالتي لا، العم أبو غسان. أبو غسان عطاكن عمره من 4 شهور. خالتي الله يرحمه يعني لا تواخذينا، بس صدقينا ما كنا عارفانين. ولا يهمك. طيب غسان موجود؟ منو أنتو؟ نحنا خالتي ممكن ندخل؟ لأنه ما حلو وقفتنا على الباب. مين انتو لتدخلوا؟ شو بدكم؟ نحنا يا خالتي. خالتي نحنا امن وحابين ناخد ونعطي معك كلمتين. طيب تفضلوا تفضلوا، غسان هلا بيجي. يلا تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم يا خالتي. بالمأهل. بس شو عامل غسان لحتى عم تسألوا عنه؟ خالي انا بعرف انه كلمة امن بترعب، لا تخافي، نحن بس بدنا نعرف عنه كم معلومة. خير يا ابني. يخرب بيتك شو غبي. الرقيب همام، المساعد عيسى. أهلا وسهلا يا خالتي. أهلين فيكي، كم ولد عندك؟ 4 أولاد، الله يخلي لكم أهاليكم. وشو أسميهم؟ غسان وفادي نهاد وفيروز. وينهم هنن هلا؟ غسان هلا بيجي. فادي مسافر بروسيا عم يدرس على حساب الدولة. عنا معلومات بهالشي. ونهاد متزوجة بحمص. وفيروز مسافرة. وين؟ رح أعملكن قهوة. والله يا ريت. يخرب بيتك شو عملت يا زلمه. شو عملت؟ انتم عاملين لي حالكم مثقفين ومدري شو، بدكم تفوتوا على البيت. هي فوتناكم على البيت بدون ولا شيء وراح نشربكم قهوه كمان. انت بدك تخرب الدنيا. انا بدي اخرب الدنيا؟ لا بدي اخرب الدنيا ولا شيء. عمي انا راح حل الموضوع وخلصنا، بعدين انت ما معك غير هذا دفتر تليفونات. صدق اني رقيب. كيف بتحبوا قهوتكم يا ابني؟ نشربها وسط خالتي، اول مساعد عيسى بيشربها ساده. حاضر.